أقوم بها أثناء الحفلة التي سأقيمها لكم بمناسبة نجاحي في العام الدراسي. سمعت صوتا يصدر من هذه السرة. لا تكن سخيفا يا زحلوط، إنه صوت معدتي التي تصوص من الجوع. إلى اللقاء. لاحظتما يصرخ ليس طبيعيا بتاتا. فعلا مشكلة. لا أدري لماذا تلاحقني المشاكل هذا اليوم. لقد نجوت من ألسنتهم بأعجوبة. لو اكتشفوا الأمر لكانت طمة كبرى بالنسبة لي. حسنا سأتخلص منها. إلى الأبد ستغرق في البحيرة ولن يصدر لك صوت. أنا اسمك أختي عادية، أنا أحبكم، سنلعب سويا. اسمي أنا، اسمك أختي عادية، أنا أحبكم، سنلعب سويا. اسمي أنا فهمت السر. فهي لا تسجل الأحاديث بل بداخلها شريط مسجل. الآن أصبحت مطمئنا، فإنها لم تسجل لي شيئا مما سبق. اسمي أمل واسمك اختي عادل، أنا أحبكم، سنلعب سويا. اسمي أمل واسمك اختي عادل، أنا أحبكم، سنلعب سويا. حسنا فهمنا. اسمي أمل واسمك اختي عادل، وأنا نفيخ المنافيخ ولن نلعب سويا، بل ستصمتين إلى الأبد. يلي اسمك أمل. ما الأمر يا فتاتي؟ صدق أو لا تصدق، لقد خطفوا الصغيرة من عقر داري. اهدئي وتمالكي أعصابك، دعيني أدون أقوالك. والآن من البداية، ما اسم المختطفة؟ اسمها أمل يا سيد. المخطوفة اسمها أمل، وما اسم عائلتها يا صغيرتي؟ لها أخت اسمها عبير، ولكن دعك من كل ذلك الآن. أين هي؟ أخبريني كيف اختطفت هذه الأمل. سمعت ضربا على باب داري، وحينما عدت قد اختفت. هكذا إذن، لقد طرقوا على باب دارك ليلفتوا أنظارك إلى شيء آخر حتى يتمكنوا من اختطافها. إن أسوأ جريمة هي الاختطاف، وعقابها شديد جدا. إنها من أشر الأعمال. هل لها علامات مميزة؟ هناك مفتاح خلف عنقها تضغط عليه تتحدث. يوجد مفتاح خلف عنقها نضغط عليه. نضغط على مفتاح رقبتها. نضغط على مفتاح رقبتها. تحدث المفتاح، أقصد رقبة من مفتاح هذه؟ فريدة من نوعها فعلا. ماذا كنت تظن إذن؟ كنت أظن بأن هناك جنحة، جناية، جريمة، وليس رقبة مفتاح. أنت الآن هادئة، وهذا من الأفضل لك، لأنك ستعودي إلى لولو. إياك ثم إياك أن تأتي على سيرتي بسوء، سواء للولو أو لغيرها، مفهوم؟ وإلا سيكون مصيرك سيئا جدا، وقد أعذر من أنظر. حسنا سأذهب أستفسر منه إذا كان هو الذي فعل ذلك. إن لا
لم يكن هو الفاعل عليك أن تسألي جميع الرفاق، ولو إن أصابع الاتهام ترجح كفة نفيخة. إذا كان نفيخة هو الذي فعل ذلك عن قصد فالويل كل الويل له مني ومن غضبي. عجب عجاب، هذه الدمى تحيرني فعلا. عجب عجاب، لعبة تنشد أناشيد، لعبة تسجل أحاديث، لعبة تلقي نصائح. لك أعصابك يا لولو. كيف أتمالك أعصابي وهو يقول عني ثرثار؟ يا للهول، إن اللعبة تسير أيضا وهي تأخذ لولو إلى داري مباشرة. عجب عجاب، لم أكن أعلم بأنها تسير. كلما مضى الوقت اكتشفت شيئا. نفيخة. نفيخة هو الفاعل، إنه فعلا هو. نفيخة. 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 توقف. نفيخة. نفيخة. انقذ. تماما. نفيخة. نفيخة. انقذ. نفيخة. انقذ. نفيخة. توقف. تماما. الهول، أصبحت في أمان. كيف سأتخلص؟ أنت يا طار، هذا البريمير خاص وليس عام. إلق بأقدارك أمام باب دارك. آسف يا حبل الغسيل. قديم الحياة. لعبة؟ لابد وأنها وقعت من طفل أو طفلة. يا للهواويل مجتمعة. ماذا؟ استبدلها لعبة التنس بصحبة ود والملاكمة بلعبة كثير. انظرا ماذا وضع على فمها، لابد وأنها تتحدث كثيرا. هل أصبحت تفضل اللعب مع الفتيات على اللعب مع الفتيان يا صديقنا العزيز؟ إنها تلبس ثوبا جميلا، هل أنت الذي قمت بتطريزه لهذه اللعبة الفريدة؟ هيا أخبرنا. إن من يلعب مثل هذه اللعبة لابد وأنه يعرف التطريز والحياكة. عليكم أن تخرسوا ألسنتكم، هذه اللعبة ليست لي. هل لك أن توضح لنا لمن هي ولماذا هي معك؟ إنها لصديقة عزيزة. نعم لصديقة. ألاحظ عليه الارتباك الشديد. غلطان يا زحليطو. ولمن هذه اللعبة؟ إنها تخص هذه اللعبة. كمونة الورطة. هيا أخبرني يا نفيخة، لماذا أخذت العباد لعبتها؟ طبعا لعبات، لعبة مجنة. اسكتي. طلبت مني أن أذهب إلى محل الألعاب ليصلح لها فمك. أقصد فمها. أوقع في مشكلة. مشكلة مشاكل مشاكل. كانوا يسخرون مني بسبب صحبة الوردة التي أهديتني إياها، والآن يتهكمون علي بسبب هذه اللعبة التي جاءتني كهدية. هل أغلقت فمها لتوعز لي بأنني ثرثارة؟ كلا، برغم اعترافي بطولة لسانك وعدم توقف فمك عن الكلام لا يمكن أن أقول عنك ثرثارة. كل هذا ولا تعتبرني ثرثارة؟ حل مشكلتك مع أصدقائك. إن خلاصي من هذه الورطة بين يديك، خاصة ولم يعد لي شأن بهذه اللعبة التي أهديتك إياها. أتقصد بأن هذه اللعبة لي؟ طبعا لك. دعني أتصرف معك. هل هذه لعبتك؟ طبعا هي لعبتي أنا، وهل يمكن أن تكون هذه اللعبة لنفيخة؟ فعلا، في الحقيقة يا لولو ظننا أنها لعبته.
لأنكم لم تدعوني أكمل حديثي، أصلحتما بها من عطل كما طلبت مني لولو. كذلك وأنت يا لولو. هذه هي كل القصة. هذا درس لكم حتى لا تتهموا إنسانا بريئا قبل أن تتثبتوا من صحة الاتهام. أحسنت يا نفخة. أنا ذا قادم يا والدتي. إلى اللقاء يا لولو. إلى اللقاء يا رفاق. استحيت من اللعبة يا أم. وأنا ذاهبة أيضا. هيا يا أمل سأصنع لك ثوبا جديدا. كل شيء على ما يرام بينك وبين أصدقائك؟ تقريبا. لقد كان يوما قاسيا عليك. لقد كان يوما قاسيا عليك. هل تستطيعي أن تنشدي لي أنشودة يا أمل؟ طبعا. هيا يا أطفال قولوا ماذا نقول. لولو الكبيرة لولو. والدك نفيخة ونفيخة أنشدان مثل لعبة لولو. لولو الصغيرة لولو حلقتها مثيرة لولو. هيا يا أطفال قولوا ماذا نقول. هيا يا أطفال قول ماذا نقول. لولو الصغيرة لولو إلى اللقاء يا لولو في الحلقة القادمة يا لولو. حوادثها مثيرة لولو نوادرها وفيرة لولو. مع السلامة يا لولو إلى اللقاء يا لولو. Yeah.